تعالوا نروح لرأي العلم، نروح للدكتورة سالي الشيخ أخصائية استشاري الطب النفسي عفوا، وتقول لنا شايفة ده إزاي؟ التوافق أهم ولا الحب أهم، ولا الاتنين لازم يبقوا قد بعض، ولا الحب بيدينا قدرة أكتر ونفس أطول على حالة عدم التوافق؟ تعالوا نشوف. يعني إن أنا أقبل اللي قدامي بكافة عيوبه أو عيوبها قبل مميزاته أو مميزاتها. مهم جدا فترة الخطوبة، مهم جدا فترة التعارف، من وجهة نظري لا تقل عن سنة، لأنه في بداية الأمور في أي علاقة في الحياة البني آدم بيبقى بيعمل أحسن ما عنده، وبيبقى بأحسن شكل، وبيبقى بأحسن صورة، وبعد كده إحنا بنسميها يعني الماسكات بتبدأ تقع، بمعنى أن الشخص بيبان على حقيقته في كل حاجة بعيوبه ومميزاته. أساس النجاح في أي علاقة زوجية أو في أي علاقة هي التقبل ثم التقبل ثم التقبل. التقبل ان انا اقبل الطرف اللي قدامي، ان انا اقبل اللي قدامي كما هو او كما هي، بدون ان انا اغير فيه او فيها اي حاجه خالص، عارف ان دي عيوبها وعارف ان دي مميزاتها. الجواز له عناصر كتيره جدا من النجاح، اولهم الاحترام، التفاهم، الموده، المشاركه، التقبل بغير شروط، الحب الغير مشروط. يعني انا مش لازم علشان حضرتك احبك النهارده ان انت لازم تجيبي لي هديه بكذا الف جنيه. الحب يمكن هو البدايه، او الحب برضو له درجات. يعني الحب هنا هل القبول، هل الراحه النفسيه؟ يعني اللي عايزين نوصله ان الحب ليه اشكال كتير وليه درجات كتير. يمكن القبول هو البدايه لنجاح اي علاقه، الاعجاب هو لنجاح ممكن، يعني اسفه، هو البدايه لان انا اتشد او فلان يتشد للعلاقه، ولكن مش هو بس اللي بيكمل الحياه الزوجيه، او مش هو بس اللي بيكمل اساس الحياه. حلو ده. يعني اذا الحب ليه درجات، ليه مراحل، مش معنى اني شفت بني ادم واعجبت بيه يبقى هو ده شريك الحياه او يبقى هو ده الحبيب، لكن قد يكون في اعجاب او انجذاب في المرحله الاولى، لكن ده ما بيودينيش لعلاقة قوية وليها عظم وليها أساس. لا، مش بالشرط. هنا بقى أبتدي أفرز، يعني حاجة كده زي الغربال، أبتدي أفرز إعجاب. طب وصلنا للمرحلة اللي بعد شوية اللي هي فيها قرب أكتر، بس شرط الحب زي ما قالت الدكتورة سالي إنه يكون في تفاصيل تانية كتير، يعني يكون في احترام، تفاهم، يعني في حاجات تانية كتير ومراحل كتير للحب، مش الشرارة الأولى، مش اللقطة الأولى، مش اللقطة الأولى طبعا، مش الانبهار الأول، ده ما قد لا ما يعملش الحب علاقة المكتمل بكل كبير. الحاجات دي، الاحترام والتوافق وكل الحاجات دي مع بعض. بس هو النظرية بس اللي انت قلتيها من شوية دي، أنهي نظرية؟ اللي هي بتاعت النسبة بتاعت 85 الدراسة، الدراسة اللي هي أيوة اللي هما بيحبوا بعض بيتجوزوا بعض عن حب، وهم دول قد يكون فيهم نسب طلاق أسرع على حسب عينة الدراسة. ماشي، بس هل دي دراسة يعني أيوة جامعة عين شمس؟ لا، ثانية واحدة، جامعة عين شمس. ما هو دول ممكن ناس يبقوا كانوا فاكرين نفسهم بيحبوا، أو هم في ليفل معين من الحب. احنا بقى مش هنخش بقى. ما أنا بتكلم على الحب المكتمل. الحب زي المكتمل ده ما يتقاسش بقى، اللي هو زي ما هي قالت كده يقعدوا سنة وبتاع ويقيسوا كل حاجة، ومش بيقيسوا، مش جايبين يعني بيقيسوا، ما يتقاسش بالظبط. بس هو اللفة بتاعت انا بشوف هو بيحترمني ولا لا، يعني انت بتحبي ليه بني ادم؟ بيعاملك كويس؟ انت قلت بيتكلم معاكي كويس؟ ايه؟ انت قلت أيوة. في حلقة من الحلقات ان انا مش أيوة. بالضرورة انا ما اعرفش اقول ايه اللي خلاني احبها، صح؟ ما اقدرش اقول ايه اللي خلاني احبها، ما اقدرش اشاور كده واقول لك عشان هي بتحترمني، صح، او عشان هي طيبه معايا، لكن هو مجموعه اسباب. هو ما يتحلل، هو الحب ما ينفعش اقول الحب هو كذا، لا طبعا، صح كده طبعا. فهي زي ما الدكتوره قالت، هو في حاجات كتيره قوي مترتبه تحت بعض، في الاخر الكونكلوجن بتاعها او الاستنتاج بتاعها حب. ده حب، احترام وعواطف وبتاع والحاجات دي كلها مع بعض.